للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية. أصدرتم بيانا في الذكرى 16 لغزو العراق تحدثتم فيه عن تداعيات تلك الجريمة، يعني إلى أي مدى ترون أن آثار الغزو ما زالت مستمرة وعلى أي صعيد؟ حياكم الله أخي الكريم. نعم، الهيئة اليوم أصدرت بيانا يتعلق بمرور 16 عاما على بدء الغزو الأمريكي البريطاني على العراق، أكدت فيه استمرار معاناة العراقيين منذ بداية الغزو المشؤوم الذي شنته أمريكا وبريطانيا وبعض الدول المتحالفة معهما بحجة أسلحة الدمار الشامل ونشر الديمقراطية ووأد الإرهاب. الحرب كما أكد بيان الهيئة اليوم خلف خسائر بشرية هي الأكبر في تاريخ العراق الحديث المعاصر، سبب آثارا كارثية على العراق وهي مستمرة إلى يومنا هذا، ولا توجد بوادر في الأفق لوقف هذا النزيف المستمر، بل الأمر تعدى ذلك لينال هذا النزيف وهذا الدمار دول المنطقة. فمقتل العراق إلى الآن ينزف دماء بريئة. العراق بعد 16 عاما يتصدر دول المنطقة والعالم بعدد قتلى وبالاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات وحكومات الاحتلال المتعاقبة. العراق الآن يتصدر دول العالم بحجم الفساد الذي طال مؤسسات الدولة جميعها. أما من ناحية تدمير المدن فحدث ولا حرج، فإلى الآن مدينة الموصل وجرف الصخر وديالى ومناطق كثيرة تشهد دمارا وخرابا لم يمر على العراق مثله بواسطة الاحتلال الأمريكي والإيراني والميليشيات الموالية لإيران والتي دعمتها أمريكا في تدمير هذه المدن سابقا. ونحن نتكلم الآن عن هذا الدمار، إلى الآن مدينة الموصل جثث الأطفال والنساء والشيوخ إلى الآن تحت الأنقاض تحت ركام البيوت أثر القصف الهمجي والوحش الذي قامت به أمريكا وإيران وحكومة الاحتلال. لا يزال الناجحون إلى الآن في العراق بعد مرور 5 سنوات تقريبا على الهجوم البربري الذي طال المدن طال الشجر والحجر على المناطق السنية، بل إلى الآن هناك بعض المدن تشهد هجرة عكسية هروبا من سلطة الميليشيات وإجراءاتها الاستفزازية للمواطنين والخوف من الاعتقال والابتزاز. نعم، مأساة مستمرة وتزداد سوءا كلما مضت العملية السياسية في طريقها المعوج الموصل إلى الهاوية. ما زال العراق كما بين البيان اليوم غارقا في دماء أبنائه الذين قاربت أعدادهم مليوني قتيل ومصاب، ومعاناة الآلاف من الأيتام أو الملايين من الأيتام والأرامل وكثرة المآسي والمحن. نعم دكتور ثامر، من الأثار التي أحدثها الاحتلال تسليم العراق إلى إيران، أصبحت طهران يعني تتحكم بشركاء العملية السياسية في ظل حديث أمريكي عن تقليص النفوذ الإيراني، برأيك هل أمريكا فعلا جادة في تحقيق هذا الهدف؟ أمريكا هي من سمحت للنفوذ الإيراني ابتداء، وهي من دعمته في استمرار العملية السياسية وتقسيم العراق طائفيا وعرقيا، وهي من دعمت الميليشيات الموالية لإيران وأعطتها غطاء شرعيا في حربها ضد المدن السنية على الرغم من كل المصائب التي أصابت العراقيين بسبب هذه الميليشيات. إذا كانت أمريكا فعلا جادة في تقليص النفوذ الإيراني فكان الأولى بها أن أول خطوة تقوم بها إيقاف دعمها للعملية السياسية التي تشهد نفوذا إيرانيا منحوبا لا يخفى على أحد. لكن إلى الآن ما زالت أمريكا تحرص على استمرار العملية السياسية التي تسيطر عليها إيران، فهي من تتحكم بتنصيب رئيس الحكومة والبرلمان والجمهورية بل حتى الوزراء المؤثرين، مع أن هذه العملية السياسية كما أشار بيان الهيئة تواصل حصادها الخبيث ونتاجها الفاسد، وهي مفروضة من الإدارة الأمريكية، وأمريكا هي من مكن النظام الإيراني منها، وإيران تمد هذه العملية السياسية بأسباب البقاء. إذن هناك كما بين أنشار البيان اليوم هناك تخادم بين أمريكا وإيران في سياق مخطط خبيث وبشع لتدمير العراق نهائيا. والبيان اليوم استشهد الحماية الأمريكية للأجواء العراقية خلال زيارة حسن روحاني للعراق، ومن خلال زيارة أحمد نجات الرئيس السابق لإيران، ورأينا كيف أن المقاتلات الأمريكية كانت تقصف المدن العراقية
تمهيدا لدخول ميليشيا الحشد لتلك المناطق وإخضاع هذه سطوة الميليشيات. هذه كلها أدلة واضحة لا تقبل الشك بأن هناك تخادم بين أمريكا وإيران وهو ساري على قدم وساق في العراق. نعم يعني دكتور، بعد 16 عاما من الاحتلال اعترف الاحتلال بكذب ادعاءاته التي بنى عليها قرار الغزو، ألا يأتي أو ألا بات من الواجب على الاحتلال تعويض العراق ما أحدثه من دمار في الإنسان قبل يعني العمران؟ هذا كان الواجب في دولة تدعي أنها تحافظ على الإنسانية وعلى الديمقراطية وتنشر الديمقراطية في العالم، هذا كان هو المفروض. ومن المعيب أن تتنكر أمريكا للعراق بعد أن تسببت بكل مآسيه ولا تساهم بدور واحد في إعمار العراق، وهي التي دمرت البنى التحتية ودمرت كل شيء حيث العراق، قتلت كل شيء حيث العراق، وأتت بعملية سياسية لتجعل العراق معاني الأمرين من احتلال أمريكي إيراني، ثم يخلف هذا الاحتلال دمارا باقيا ما دامت هذه العملية السياسية موجودة. سيبقى هذا الغزو وصمة عار على جبين أمريكا وبريطانيا المدعية للأخلاق والقيم، ومهما تكلمنا عن هذا الغزو وعن تداعياته فما حدث للعراق كان أسوأ بكثير مما نتكلم عنه. نعم دكتور ثامر العلواني، عضو هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.